السلام عليكم. لم أندم على شيء كما ندمت على أن صوتي لم يقاتل معك. صحيح أنه صوت ضعيف، صوت فرد واحد قد لا يؤثر على أحد، ناهيك عن التأثير على سير الأحداث، لكن كان لابد عليه أن يقاتل معك. كان لابد على كل ذراع وكل صوت يمني أن يقاتل إلى جوارك في مواجهة ميليشيا الإمامة والطائفية والتمييز العنصري التي اجتاحت عمران. عمران التي كانت الثانية بعد صعدة، لكنها كانت بمثابة فاتحة كل الاجتياحات. بهذه المضامين التي لا تخلو من الإحساس اليمني الجريح، كتب صحفي نبيل سبيع في ذكرى اغتيال الشهيد حميد القشيبي الذي قتل وهو يدافع عن مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عمران والتي كانت فاتحة الاجتياحات. يتجدد حضور الشهيد القشيبي في الذاكرة اليمنية التي تعيش ضياع الدولة وبؤس الشتات الجمهوري منذ الانقلاب والاجتياح، حين صمد اللواء 310 وقائده نيابة عن اليمنيين في معركة الدفاع عن دولة كل اليمنيين. الأبعاد المحلية والإقليمية في مسلسل إسقاط الدولة اليمنية الذي بدأ من عمران كان لها حضورها خصوصا رعاة العملية السياسية والمبعوث الأممي في تلك اللحظة. فهل استوعبت الأطراف الوطنية درس النكاية والغرق بالتجاذبات على حساب المشروع الوطني؟ هذا ما سنناقشه مشاهدينا الكرام في حلقة المساء اليمنية عن ذكرى القشيبي لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الرقم 310 أهم الأرقام المحفورة في وعي اليمنيين المهتمين بشرف مؤسستهم العسكرية الجمهورية التي تدين بالولاء للوطن وليس للأشخاص. فقد كان هذا الرقم هو اسم اللواء الذي دافع عن كبرياء الجمهورية التي كانت تترنح لحظة اجتياح عمران. درس عمران كان صفارة البداية للمأساة اليمنية الراهنة، حينما تفرج الجميع على لواء عسكري يقاتل نيابة عن الشعب في الدفاع عن الجمهورية ومؤسسات الدولة التي كانت تتعرض للتقويض والانقضاض. ذكرى استشهاد قائد اللواء 310 الشهيد حميد القشيبي تفتح الذاكرة الجمهورية الجريحة، وهو الذي تعرض للقهر والخذلان والجرح التاريخي في شرفه العسكري، حينما تم خذلانه من الجميع والغدر به كقائد كان ظهره مكشوفا من قبل وزارة الدفاع حينها. في ذكرى اغتيال القشيبي أصبح الجيش الوطني واللواء 310 على مشارف صنعاء للإسهام في تحرير اليمن والدولة الجمهورية الاتحادية ومشروعها المبني على أساس وثيقة الحوار الوطني والدستور المسودة. عاد هذا اللواء الجمهوري المقهور والجريح، وعاد الزمن الجمهوري مجددا، وعاد الأبطال المخذولون الذين كانوا في منازلهم وقراهم بين أطفالهم وعلى وجوههم آلام الحزن العميق والجرح الكبير، كونهم غادروا بهزيمة قاسية واغتيال قاس لقائدهم. الأبعاد المحلية والإقليمية في مسلسل إسقاط الدولة اليمنية بدأت في الحضور من تلك اللحظة التي اقتحمت فيها المعسكرات والمؤسسات دونما موقف حقيقي من رعاة العملية السياسية حينها، التي كانت تصور الحرب الدائرة على أنها صراع قوى وليس انقلابا على الدولة الجمهورية. الجيش الوطني في ذكرى اغتيال القشيبي في اللحظة الراهنة تحول من استراتيجية الدفاع إلى الهجوم والتحرير، وتبقى مسألة العقيدة الوطنية في بنية الجيش الحالي وتكريس الولاء للجمهورية بدلا من الأشخاص والفئات هو الأهم. في ذكرى اغتيال الشهيد القشيبي، هل استوعبت الأطراف الوطنية درس النكاية والدخول في مهاترات وتجاذبات على حساب الكيان اليمني الجمهوري؟ وهل تستوعب النخب اليمنية درس الذاكرة؟ إذن مشاهدينا الكرام، الحديث في هذه الحلقة ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال المليكي الباحث من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ جمال. بداية في ذكرى القشيبي، يعني ونحن في مثل هذا اليوم، ماذا لو تحدثنا عن الدرس الذي حدث في عمران بشكل إجمالي؟ تعتقد أن كل ما حدث بعد سقوط القشيبي كان درسا بليغا بكل ما تعني الكلمة من معنى. أثبتت الأيام أن المخاوف التي كنا نقولها قبل سقوط عمران، أثبتت الأيام والأحداث سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أن ما كنا نحذر منه قد حصل، وأن سقوط القشيبي كان بالفعل البداية لسقوط اليمن بأكمله، ومن ثم دخول المنطقة في الوضع الذي نعيشه اليوم. نعم.
إذا يعني في هذه الذكرى هل تبدو الأمور أكثر وضوحا مما كانت عليه من قبل؟ ما الذي استجد فيها؟ الذي استجدك في تلك اللحظة عندما كان القشيبي محاصر، عندما كانت أمرا محاصر، كنا نسمع حتى الأصوات التي كانت مع ثورة الشباب في فبراير أنها وأنها يمكن أن تصبح قوة تقليدية، وأن هذه تكون في صف الفقراء وربما تصير للمظلومين. هكذا كان يحاول البعض أن يسوق للمجتمع اليمني البسيط، إلا أن الأيام والوقائع صرخت في وجوه هؤلاء وأثبتت أن هذا الذي كانت رؤية ضعيفة، لا ترى عمق الأحداث ولا ترى ولا تستدعي الذاكرة التاريخية لقراءة الحدث في تلك اللحظة التي للأسف الشديد البعض الذين ربما شكلوا مسوغا ثقافيا ومسوغا اخلاقيا لتلك الجماعه التي اثبتت بفعلها وبعد ان دخلت صنعاء اثبتت دعيني اقول العقليه البلطجيه والعقليه العنجهيه التي كانت تتحلى بها. نعم استاذ جمان، يعني بما انك اشتغلت في العديد من الافلام الوثائقيه واستطعت ان تحصل على بعض المعلومات والوثائق، نود ان تطلع المشاهد معنا على بعض تلك المعلومات فيما يخص مقتل القشيري. وبالتاكيد كثير من المعلومات قلناها في فيلم الطريق الى صنعاء وفي فيلم سيوط اللعبه، لان اصبحت ربما الاحداث اكثر تاكيد بما قلناه في تلك الافلام. كان البعض يشكك بما قلناه، لكن الايام اثبتت مصداقيه ما قلناه. احد اهم الاشياء هو تآمر مخلوع صالح مع جماعه الحوثي، مع دعيني اقول جزء من الادوات التي كانت في تلك اللحظه غير محدده البوصله السياسيه لها. كل هؤلاء اتفقوا على اسقاط القشيبي سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. اذا للاسف الشديد كان القشيبي يشكل العقبه الاخيره امام جماعه الحوثي في لحظه معينه، في لحظه فيه لدى البعض في لحظة انتقام الآخر، استطاعت يعني هذه المكونات أن تلتقي وأن تتعامل هذا البطل الذي فعلا كان العقبة الأخيرة أمام جماعة الحوثي. ولو استطعنا أن نستذكر بعض التفاصيل وبعض الذي أقول يعني كانت تتملك الكثير من التفاصيل، سنشعر كيف أنه كنا مرعوبين. هذا الرعب كان إدراك كثير من الناس، كثير ممن كانوا يقرؤون اللحظة بشكل صحيح. البعض نعم اسمح لنا أستاذ جمال، يبدو لي أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. أستاذ جمال دعنا نأخذ معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ يحيى الثلاية الكاتب والناشط السياسي عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير أستاذ آسيا. اهلا بك استاذ يحيى. يعني في مثل هذه الايام التي قتل فيها القشيبي، ماذا عن اهميه استحضار ذكرى القشيبي، يعني خاصه يعني في هذه اللحظات التي يخوض فيها الجيش معركته او ذات المعركه التي كان يخوضها القشيبي؟ المبارك عليك وعلى مشاهدي قناه القيس. ربما لو عدنا الى ذاكره مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام كنا نبكي مدينة عمران، وكنا نبكي الشهيد البطل اللواء حميد بن حميد القشيبي رحمة الله عليه. ربما كنت ربما أقول أني كنت شاهدا على أغلب فصول تلك ذلك المشهد الدامي الذي دار في عام 2014، باعتباري كنت من سكان مدينة عمران وبحكم العلاقة التي ربطتنا بالشهيد القائد رحمة الله عليه. بالتأكيد الوضع اليوم لا يمكن تشبيهه بوضع البارحة. كنا ونحن نخسر مدينة عمران ونعاني من الرهاب النفسي وربما التخاذل وعدم الإدراك بالخطورة التي لحقت بالبلاد. لم نكن ندري أننا سنتجه إلى هذه المآلات الخطيرة التي لحقت من سقوط العاصمة ثم محاصرة رئيس الدولة. فقدنا الاتصال بالأستاذ يحيى، سنحاول العودة إليك.
عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني هنالك من يطرح بأن اللواء 310 كان لواء قوي يمتلك قوات وتسليح غير عاديين، يعني قام يعني جنده كان عدد كبير ربما يصل ل 25,000 جندي، لماذا لم يستمر الصمود أكثر إذن؟ لم يستمر الصمود. أولا اللواء 310 هو كان جزء من الجيش التقليدي، الجيش الوطني الحقيقي الذي كان ينتمي لفكرة الوطن والذي كان علي عبد الله صالح يريد أن يتخلص منه، وبالتالي كانت هذه المؤامرة التي ربما كانت أكبر بكثير مما كان يتصور البعض في تلك اللحظة بسبب نعم يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر أو من الهواتف. نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعود إلينا الأستاذ يحيى الثلاية الكاتب والناشط السياسي عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير مرة أخرى أستاذ يحيى. مساء الخير أختي. نعم نستأنف الحديث أستاذ يحيى، توقفت وأنت تتحدث عن أهمية استحضار ذكرى القشيبي خاصة يعني للجيش الذي يخوض معركة شبيهة بمعركة القشيبي. أولا إذا أهم ما نتذكره اليوم في هذه الحادثة أننا في عام 2014 وفي يوليو وفي رمضان بالذات يعني كنا ذلك اليوم نندب حظا عاثر ولا نجد التداعي او لا نمتلك الادراك الكافي للخطر الذي يحيط بالبلاد وبالمنطقه برمتها. سقطت عمران وسقط اللواء 310 وتعرض اللواء البطل الشهيد القشيبي لقتله بشعه لا يقدم عليها الا انزال جبناء، ورغم كل ذلك لم نكن ندرك ان صنعاء هي الهدف، ولم نكن ندرك ان ستسقط، ورغم ذلك لم نكن ندرك ان المنطقه ستدخل في اتون فوضى عارمه. اليوم تلاحقت الاحداث وفي غضون اشهر قليله ادرك الجميع محليا واقليميا خطوره الوضع، وجاءت عاصفه الحزم ثم جاءت الاخطار المتلاحقه. ما يهمنا اليوم استحضار هو ان الجمهوريه وان الشعوب لا تموت. اليوم ابناء واحفاد الشهيد القشيبي وزملاء الشهيد القشيبي وابطال الجمهوريه احفاد الجمهوريون علي عبد المغني والزبيري والنعمان نعم. والارياني وكتائب وانصار المشير السلال الجمهوريون الابطال هم على ابواب صنعاء. من المفارقه ان تاتي اليوم هذه الذكرى واللواء 310 بعد اعاده تشكيله مجددا اصبح نعم. على ابواب العاصمه في فرض اثنين. نعم استاذ يحيى، يعني وانت تتحدث عن العقيده الجمهوريه، هذه العقيده الجمهوريه للجيش اليمني ما اهميه ترسيخها لمواجهه مشروع الامامه؟ سيدتي تعرفين ان اليمن منذ ان عرفت الامامه منذ مجيء الدجال الرسمي خرجنا من دائره الفعل والتاثير الحضاري، لم نعد دوله وطنيه ولم نلتحق بالامبراطوريات الاسلاميه المتعاقبه لا العباسيه ولا العثمانيه بعدها. أخرجنا الإماميون من دائرة الفعل والتأثير والدولة، عادت اليمن إلى لم يسموا أنفسهم حتى ملوك، كانوا مجرد عصابات تقهر الناس وتنصب عليهم اسم الدين. وخلال ألف سنة غيبت اليمن هذه البلد التي تجاوزت حضارتها 5,000 عام التي ذكرتها كل الكتب السماوية. لما جاءت الإمامة انقرضنا تماما وخرجنا من دائرة الفعل الحضاري، لم نعد حتى لا نعرف الدولة الوطنية ولا نعرف الإمبراطوريات التي من حولنا، ولم نعد حتى نعرف إسلامنا الذي دجلوا علينا ونصبوا علينا به. جاءت الجمهورية في العام 1962 لتعيد لليمن اسمها واعتبارها ودولتها الوطنية، كانت أول محاولة جادة في سياق الدولة الوطنية هو إعلان الجمهورية العربية اليمنية في 26 سبتمبر 62، وبالتالي لا خيار لليمنيين ولا شرف إلا البناء على عقيدة الجمهورية. التأثير الذي أحدثته الجمهورية رغم الفساد الذي مارسته والقصور الذي مارسته حكوماتنا بعد الثورة بقرابة 50 عام، إلا أن التحول الذي أحدثته الجمهورية يؤكد أن اليمنيين بدون الجمهورية
هم أموات ومجرد عكفة وعبيد لدى آل حميد الدين. نعم، هل الفترة كافية لهذا التحول أستاذ يحيى؟ هل الفترة كافية لهذا التحول الذي تحدثت عنه؟ لم أسمع السؤال عفوا. نعم، هل أنت قلت يعني أنه يجب أن تتحول كل هذه العقائد التي غرست خلال 33 عام منذ يعني قيام الجمهورية أو ما بعدها، لكن هل هذه الفترة كافية، الفترة التي نمر بها الآن، لهذا التحول، لترسيخ عقيدة جمهورية حقيقية لدى الجيش، لبناء جيش وطني حقيقي؟ لا مجال إلا أن نبني جيش حقيقي. الجمهورية رغم أشارها من قصور يدرك الجميع وكل شريف في هذه البلد أن الجمهورية هي الحسن الأول والأخير لليمن، ولا لا يجوز أن نبني يعني ولا لأشخاص، لا سيد ولا زعيم ولا شيخ ولا نافذ ولا غيرها. وبالتالي الجمهورية شرفنا، والجمهورية هي الخيار الذي يتراوى على اليمنيون. الجمهورية هي عالميا إن لم يكن على مستوى اليمن، ربما كانت الجمهورية تقوم على 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 في مواجهة الإقطاعيين والاستبداد، أما نحن في اليمن فكانت الجمهورية خيارنا في مواجهة الاستعباد. وصل الإنسان اليمني إلى درجة العبودية وليس درجة حرمان حقوقه. وفي العالم كله كانت الجمهورية أرقى نماذج الحكم وأرقى مراحل تطور الوعي الشعبي أو الجمعية العام في الشعوب. وبالتالي بالنسبة لليمن لا خيار لنا ولا كرامة إلا في ظل الجمهورية وعقيدة الجمهورية التي يتم بنائها أولا من خلال جيش وطني جمهوري يكون ولاءه للوطن. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ يحيى، ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فهد سلطان. مساء الخير أستاذ فهد. أستاذ فهد هل تسمعني؟ ربما سقط الاتصال. نعم أستاذ فهد هل تسمعني؟ إذا أعود إليك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، كنت أتحدث مع الأستاذ جمال مليكي وهو ضيفنا الأول، يعني كان يعني عن هناك أحاديث أن اللواء 310 كان يمتلك العديد من العتاد، يمتلك قوة وتسليح، ولكنه لم يستمر طويلا أو لم يستطع الصمود أكثر، لماذا برأيك؟ بعيدا عن حكاية التسليح، اللواء 310 اللواء جمهوري بطل وهو لواء موجود. ربما لعلك لا تعلم أن اللواء 310 كانت نواته الأولى. اللواء الأول المدرع تأسس في عهد الشهيد إبراهيم الحمدي وبقيادة الرئيس السابق، أول قائد له هو الرئيس السابق أحمد حسين الغشمي رحمة الله عليهم جميعا. هذا اللواء له سجل محفور في المؤسسة العسكرية في اليمنية. وبالنسبة لمعركة عمرة، اللواء كان أنا أعرف اللواء جيدا وأعرف كل تفاصيله، وكانت تربطني بالعميد القشيبي علاقة منذ أعلان تأييده للثورة الشعبية في 2011. ربما على مساء يعني لم ينقطع تواصلنا اكثر من اسبوع طيله الفتره التي تلت تلك الاحداث. كان تجهيز اللواء 310 تجهيز جيد مثله مثل غيره من الالويه، لكنه مع ذلك لم يكن يمتلك اسلحه حديثه. المخلوق صالح في السنوات الاخيره تعمد الى توزيع الاسلحه الحديثه والنوعيه مثل اسلحه الصواريخ واسلحه البطاريات وغيرها من أسلحة ثقيلة على ألوية معينة من ألويات الحرس الجمهوري غير من الألوية التي كان يبنيها لنقل الحكم لأحمد. اللواء 310 كان يمتلك عقيدة قتالية وكان يمتلك إيمانا بالشعبي وبخياراته. صمد طويلا، ليس صحيح أنه لم يصمد طويلا. المعركة التي كان يخوضها اللواء 310 بعد استنزافه في 6 والمؤامرات عليه والتي بلغت حد إصابة قائده البطل الشهيد حميد البجيبي في إحدى حروب صعدة، إلا أنه مع ذلك منذ 2011 وهو يخوض حربا اسطوريه وصمودا بطوليا في عمران، اولا في مواجهه فلول نظام علي صالح والمؤامره التي حكت عليه اما من خلال عبد الحافظ السقاف الذي اسقط عدن قبل بعد انتقاله اليها او غيره، او في خلال مواجهته مع الحوثيين في مديريات حوث والعشه وحرب سفيان وخمر وفي مديريه جبل يزيد في منطقه الضبر، وبعد ذلك الاجتياح الكبير والصمود الاسطوري الذي خاضه 6 أشهر في محافظة عبدالله وهو محاصر من كل الجهات ومكشوفا كما ورد في تقريركم الأكثر بالرائع من وزارة الدفاع حينها. نعم، إذا يعني تؤكد أنت وكما تحدثت كثير من الأفلام الوثائقية أن القشيبي تعرض لخيانة ما، هل حدثتنا عنها؟ بعيدا عن منطوق الخيانات، لكن المؤكد أننا خذلنا أنفسنا جميعا. ليس اليوم الوقت المناسب لأن أنفسنا، نحن نخوض معركة و
ربما كنا في حالة عدم وعي وإدراك جميعا. الحوثي استغلت الخذلان الذي مرت به اليمن نتيجة يعني ما حصل بعد الربيع العربي، الانقسام الذي حدث في المؤسسة العسكرية، لعب الحوثي وبتحالفه مع صالح على كل هذه النقائض أدخلونا في متاهات جميعا. اليوم ليس وقت التلاوم، نحن اليوم في صف جمهوري واحد بالنسبة إذا تكلمنا عن أنفسنا في الصف الرافض الانقلاب. أما الخيانات التي حدثت من داخل معسكر الانقلاب فبالتأكيد خيانات، وهناك وثائق تفضحهم كثيرا، ليس من المهم استحضارها اليوم. هم جميعا خصومنا ولا مجال إلا أن نستعيد الدولة من أيديهم. كنا جميعا نعاني من حالة استلاب وعي، نعاني من حالة عدم تقدير موقف، لم يكن الجميع يدرك. كان هناك من يبرر انها حرب مراكز نفوذ، وهناك من يظن انها حرب خاطفه او ان هناك مهمه وظيفيه يؤديها العوثيين ثم ينصرفون، لكن المؤكد ان الامامه اذا بدت نشوتها فلن تتوقف الا بقوه السلاح. نعم، اذا شكرا جزيلا لك يحيى ثلاية الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. ينضم الينا ايضا عبر الهاتف الاستاذ علي السراري المحلل السياسي من القاهره. مساء الخير استاذ علي. اهلا وسهلا، مساء النور. أستاذ علي، يعني نود أن تحدثنا عن أهمية يعني استعادة هذه الذكرى لاستشهاد القشيبي، يعني ما أهمية التنديد أيضا بإسقاط مؤسسات الدولة ومعسكراتها بالقوة المسلحة ونحن نسترجع ذكرى القشيبي؟ الواقع أن الذي حدث فيما يتعلق بسقوط مدينة عمران هو يعني كان هناك ملابسات عديدة. نعم. اعتقد انه علينا ان فعلا ان نستعيد هذه الذكرى لكي نستفيد من دروسها. اولا وجهت اتهامات بصورة غير منطقية الى الكثير من الجهات، من ضمن هذه الجهات التي وجهت اليها الاتهامات هي رئيس الجمهورية الذي حينها أشير إليه بأنه يتواطأ مع ميليشيات الحوثي، وكان هذا غير صحيح، والكل كان يدرك أن رئيس الجمهورية استلم العلم ولم يستلم القوات المسلحة ولم يستلم أدوات الدولة، وظلت أدوات الدولة بيد علي عبد الله صالح الذي ظل يحيك المؤامرات ضد حكومة الوفاق الوطني ومن أجل إسقاط ثورة 11 فبراير. بعض الأطراف وجهت الاتهام للحزب الاشتراكي بأنه مشارك مع الميليشيات في إسقاط عمران، وكان هذا غير صحيح، وكان فيه سوء فهم للحلفاء الذين كانوا ضمن ثورة 11 فبراير، وكانت توجه التهم بطريقة جزافية وغير منطقية. الحزب الاشتراكي كان بعيدا عن هذه الميليشيات ولم يكن مؤيدا لها أو مساندا لها، ولكنه كان يدعو إلى اختبار وسائل العمل السلمي والسياسي بدلا من أدوات القوة، خاصة أننا كنا في ذلك الوقت لازلنا يعني كنا يعني خرجنا من مؤتمر الحوار الوطني والذي شاركت فيه مختلف الأطراف، وكانت مخرجات الحوار الوطني هي وصفة جديدة لحل مشكلات المجتمع اليمني بعيدا عن العنف وبعيدا نعم، لكن لم يترك لها فرصة للتطبيق، يعني لم يترك لها فرصة للتطبيق. نعم. لكن في الواقع كانت هناك نوايا واضحة ومبيتة من قبل علي عبد الله صالح الذي أنا أوجه إليه التهمة بشكل رئيسي، الذي كان يرفض مخرجات الحوار الوطني ويتآمر من أجل إسقاط السلام الذي تحقق حينها بين مختلف القوى على الساحة اليمنية، والذي كان يعد العدة للانقلاب على ثورة 11 فبراير وعلى مخرجات الحوار الوطني. القوة الرئيسية التي استفاد منها الحوثيين وهم يتطلعون نحو الوصول إلى صنعاء استفادوا من القوى المسلحة التابعة لعلي عبد الله صالح التي كانت ترسل من صنعاء من أجل أن تواجه الميليشيات الحوثية، ولكن كانت بكل بساطة تذهب لتسلم سلاحها وتنضم للمتمردين الحوثيين. الحوثيين تعرضوا حينها لنوع من الإخفاء
بمعنى أنه طريق السلام لم يكن مفتوحا أمامهم. ولهذا أقول أنا أنه كان هناك ملابسات عديدة هي التي أدت إلى سقوط عمران، وكان هناك أجواء من سوء الفهم لطبيعة المواقف بين القوى المختلفة. لكن بعد نعم، لكن هذا سوء الفهم يعني أدى إلى إسقاط أهم لواء كان ربما العتبة الأخيرة أمام المد الحوثي آنذاك للاتجاه نحو العاصمة صنعاء. يعني مجرد أن سقط اللواء 310 رأينا ما الذي حدث بالضبط. الواقع أنه صنعاء كان يجب أن تصور ليس بوحدة عسكرية واحدة، كان يجب أن تصور بموقف سياسي موحد لدى مختلف القوى، وكان يجب فعلا أن يكون هناك تلاحم شعبي وتلاحم سياسي يعطي القوة فعلا لمجابهة أي تمرد يأتي من خارج العاصمة. لكن الذي حدث بالعكس، أن الذي استطاع أن يجيش وأن يقترب من حدود العاصمة صنعاء هو الطرف الآخر، هو طرف علي عبد الله صالح الذي استطاع أن يستنهض القوى القبلية المؤيدة له حول العاصمة، وأن يزب بالحرس الجمهوري وبملابس مدنية لخوض المعارك المسلحة، بالإضافة إلى الحوثيين القادمين من صعدة، وهم الذين استطاعوا فعلا أن يعني يحاصروا صنعاء في الوقت الذي الموقف السياسي ظل مفككا. أنا أتذكر إلى الآن أن بعض الوسائل الإعلامية كانت توجه للرئيس تهمة الخيانة، وكان يطلق عليها الرئيس الخائن. هذا الموقف هو الذي جعل صنعاء مفتوحة أمام هذا الغزو الذي أتى من خارجها. لكن لو كان هناك موقف سياسي موحد وبصير وعليم ومنطقي ويستطيع أن يقنع فعلا كل القوى التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني لكان تشكل سدا من الناس ومن الجماهير ومن المقاتلين القادرين على أن يحولوا بين دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء. نعم، إذن يعني ما هي المراجعات التي يجب أن تقوم بها القوى الوطنية لأجل مغادرة مربعات شتات الموقف السياسي، خاصة يعني أنه لم يكن هناك سبب لإعاقة الأحزاب الوطنية والقوى خاصة المتمثلة باللقاء المشترك آنذاك لتحديد موقف واضح من الذي حدث؟ أولا أريد أن أقول أن لا ينبغي أن نستهين ونستسهل معالجة المشاكل بالحروب. علينا أن نجرب كافة أدوات الحل، الحل السياسي والحل القانوني. علينا أن نعود إلى الدولة وقوانينها وأجهزتها من أجل أن نعالج المشكلات، وإذا ما كان هناك احتياج لحل أمني وعسكري فينبغي أن يأتي هذا بوسائل قانونية وعن طريق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. هذا أول شيء. أنا أعتقد أن العمل بوسيلة الميليشيات في مجابهة الميليشيات هذا لن يؤدي إلا إلى تفتيت السلم الأهلي وإلى إعطاء مبرر للميليشيات، بل ويخلق بيئة حاضمة لها. لكن العمل بوسيلة الدولة وعن طريق أدوات الدولة وباستخدام القانون هذا هو الذي سيعزل هذه الميليشيات وسيمكن بالتالي من مجابهتها ومحاصرتها والقضاء عليها بكل سهولة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ علي الصراري المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. يعود إلينا الأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، يعني كنت أتحدث مع الأستاذ يحيى عن النقطة التي تركتنا فيها، وهي يعني مدى تسليح لواء 310 الذي لم يستمد أو لم يستطع الصمود بصورة أكبر، وربما عرجت عليه بفكرة أن القشيبي تعرض لخيانة ما. هو أول المسألة أننا من خلنا أنفسنا أولا وأخيرا، أود أن أسمع رأيك أنت. بالمناسبة من الحقائق التاريخية التي وثقناها في فيلم الطريق إلى صنعاء أنه سقطت غرفة عمليات اللواء بينما المواقع التابعة للواء في الهضاب والجبال المحيطة في عمران لم تسقط. نعم. التفاصيل التي ربما يعني نشر جزء منها هو أنه كان هناك خيانة من الداخل، هناك أركان حرب اللواء الذي كان من منطقة معينة قام بالتسليم لأبو علي الحاكم قبلها بيوم،
والتقى الحاكم في نقطة خارج عمران وتبادلوا السيارات وذهب إلى منطقته تاركا اللواء وانسحب معه جزء من الجنود. هناك الشرطة العسكرية التي وعدت بالتدخل لكي تمنع من اجتياح الحوثيين وأن تكون جزءا من الحال، وهي التي سلمت بوابة المعسكر الشرطة العسكرية بقيادة بن فريد، وهذا كان يعني معروف وموثق وأصبح معروفا بعد ذلك. إلا كل هذه التفاصيل تنبئ على أنه كان هناك خيانة من عدة أطراف لهذا اللواء الذي قلت هو لم يكن فقط القوة المادية، كان جزء من رمزية الجيش التقليدي الجيش الوطني الذي خطط على عبد الله صالح للتخلص منه لأنه كان يراه عقبة أمام مشروع التوريث، وهذا أصبح اليوم أكثر وضوحا من ذي قبل. أحب هنا أن أعلق على بعض ربما النقاط التي ذكرها الأستاذ علي الصراري. نقطة واحدة يهمني أن أعلق عليها، وهو أن الحوثيين كانوا لو كان ترك لهم المجال السياسي لما فعلوا ما فعلوه، أو أنهم حوصروا ولم يمكن لهم، هذا غير صحيح. ما كشفته الأيام هو حقيقة أعتقد أن الذي يغالط فيها ليس لديه أدنى درجات المنطق، وهي أن هؤلاء كان لديهم مشروع. الوثائق التي حصلنا عليها على سبيل المثال في كيفية السيطرة على محافظة إب، وما زال هناك من الوثائق التي ربما تنشر لاحقا في بقية المحافظات كيف سقطت بقية المحافظة، وجدنا أن هناك خطة لإسقاط إب، جزء منها كان ما قبل الحروب الستة، عندما كانت تضمن الخطة أن لدينا في جبلة 60 مجاهدا بدأنا العمل معهم من قبل الحرب الأولى. إذا كان هناك مخطط قديم للسيطرة على اليمن، كان هناك تنظيم موازي بكل ما تعني الكلمة من معنى للسيطرة على اليمن. كنا إلى ما قبل سقوط صنعاء، ونحن نعتقد أن الحوثيين فعلوا ما فعلوا كردة فعل لمظلومية صعدة، لكن ما اتضح لنا وما أثبتته الأيام هو أن هؤلاء لديهم مشروع. التقى هذا المشروع مع رغبة جامحة في الانتقام لدى علي عبد الله الصالح، وفي لحظة يعني كانت ليست صلبة، لحظة الدولة فيها في حالة هشة، اختطفوا هذه اللحظة وفعلوا ما فعلوا. هذه الحقيقة التي لا ينبغي لنا حتى نتعلم منها وحتى نذهب إلى المستقبل ونحن أكثر وعيا، لا ينبغي أن نغالط أنفسنا وأن نقول أن الحوثيين لأنهم حوصروا سياسيا ولم يمكن لهم بعض الحقائب ولم تمكن لهم بعض الفرص قاموا بردة فعل، هذا ليس صحيحا. وإذا ما زلنا نعتقد بهذه القناعات التي أثبتت الأيام هشاشتها فنحن لم نتعلم من الدرس، وبالتالي غير جاهزين للذهاب نحو المستقبل. نعم، إذا يعني أستاذ جمال، هل بإسقاط مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عمران يعني بدأ مسلسل إسقاط الدولة منذ تلك اللحظة؟ بالتأكيد. لماذا؟ لأنه هناك منطق، عندما كان يقال لنا حتى للأسف الشديد من المجتمع الدولي منذ أن كان الحوثيين في أسوار صعدة منذ أزمة من مشكلة دمج، ويقال لنا ينبغي على الجيش الوطني والدولة أن تقف على الحياد، يعني كان هناك مفارقة لا يستطيع أن يفهمها عاقل. كيف يسمح لميليشيات أن تجتاح القرى والمدن وتفجر المنازل دون أن يتصدى لها الدولة؟ هكذا كانت تستخدم هذه المغالطة محليا وإقليميا ودوليا، بأنه ينبغي على الدولة أن تبقى على الحياد وألا تدخل في أطراف الصراع. أكذوبة أطراف الصراع التي ما زال البعض يستخدمها حتى هذه اللحظة أن هناك أطرافا للصراع وليس هناك انقلاب ودولة، هذه هي المغالطة الرئيسية والمقولة التي سكتت الدولة هي هذه المقولة. إذا ما زال البعض يعتقد بها حتى هذه اللحظة، بما معنى أن نحن أمام إشكالية حقيقية تفسر ربما الوضع الذي نحن فيه. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ جمال، ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الصحفي فهد سلطان من الرياض. مساء الخير أستاذ فهد. مساء الخير والعافية، أهلا وسهلا. أستاذ فهد، ونحن نقوم بهذه المراجعة في ذكرى استشهاد القشيبي، هناك يعني أكثر من ضيف طرح أن هناك دروس لابد من استيعابها خلال هذه الفترة، ما رأيك أنت؟ فعلا في حقيقة الأمر هذا الأمر صحيح، وإن كان مع الأسف أن هذه الدروس لم يتم الاستفادة منها بشكل كبير. تكررت عدد من التجارب خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة، نفس الأخطاء، نفس تكرار المواقف، عدم الاستفادة من الماضي.
وحتى اولئك وحتى تلك الشخصيات او الوطنيين سواء كانوا جماعات او افراد او صحفيين او سياسيين او حتى احزاب يعني لا زالت على نفس الموقف السابق دون ان يكون هنالك مراجعه حقيقيه لداخل المكونات السياسيه. الخذلان الذي تعرض له اللواء القشيبي وهو يدافع عن اليمن بالكامل يحصل خذلان في هذه اللحظه بنفس السيناريوها السابق دون ان يكون هنالك اخذ يعني عبره. واستطيع ان اضرب عدد من الامثله على الاقل فيما يجري في محافظه عدن وفيما يجري يعني في العاصمه عدن وفيما يجري في محافظه تعز كامثله بسيطه فقط لتقريب يعني الصوره. ما يعني ما الاستفاده من تلك التجارب يعني نحن مررنا بتجارب اليمه وكبيره وعدم الاستفاده منها تجعلنا نضاعف الكلفه. يعني نحن اليوم نتذكر اللواء القشيبي ولو عدنا الى الوراء وساندنا هذا الرجل ومواقفه كنا سنوفر يعني سيول من الدماء وسنوفر يعني حفظ بلد من ان تنزلق الى هذا المنزلق الخطير الذي وصلت اليه. مع الاسف الشديد كما قلت الخذلان السياسي سواء على مستوى الشعبي او على مستوى السياسي او على حتى مستوى راس الدوله يتكرر في هذه الاثناء في عدد من القضايا وهذا مع الاسف هو ما يجعلنا نضاعف الكلفه. المشكلات التي تحصل بين المكونات السياسيه وعدم وضع الوطن في المقدمه وعدم وضع القضايا الاساسيه في المقدمه والدوران حولها هو نعم. الذي يجعلنا نعيد نفس السيناريو ونفس الاخطاء. نعم. اذا تفضل. نعم. أود أن أسألك أستاذ فهد، يعني بعض الأطراف اليمنية صورت الصراع على أنه صراع مراكز قوى وليس صراع مشروع دولة ضد انقلاب، برأيك هل تم استيعاب الدرس الآن؟ هذا الكلام صحيح، لا لم يتم استيعاب الدرس حتى الآن بوجهة نظري، وعلى وكما كنا صريحين في تلك الفترة في الوقوف مع اللواء القشيبي ومع المشروع الذي كان ينبغي أن نقف في هذه الأثناء مع يعني من يخذلون المشروع الوطني في هذه اللحظة، من يخذلون مشروع المقاومة، من يخذلون المشروع الوطني الذي ينبغي أن يكون واضحا، أن تكون مشروع الدولة مشروع الوطني يعني القضايا الجوهرية والأساسية ينبغي أن تكون هنالك شيء من الوضوح ومن الشفافية. صحيح أن يعني سيتحمل الإنسان تبعات مثل تلك المواقف كما حصل لمن وقف وساند مع القشيبي، إلا أن يعني تلك المواقف أو ما يدفعه من فاتورة أقل بكثير من يعني على مستوى الجانب الأخلاقي أو على مستوى الجانب القيمي. مهم في هذه اللحظة أن نستفيد من تلك التجارب، أن لا نكرر نفس الأخطاء، أن 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 نعتبر الآن يعني بين ما حصل في يعني أبان سقوط محافظة حمران ثم سقوط العاصمة وأين نحن اليوم. كنا نستطيع أن نوفر كل ذلك العناء لو أننا جعلنا الوطن هو البوصلة الحقيقة التي يلتف حولها الجميع. اليوم هنالك مشكلات وهنالك يعني عدد من التصرفات وعدد من القضايا التي تحتاج الى ان يعني من المكونات السياسيه ان تتناسى احقادها وان تدور حول محور واحد وان تقول يعني بكلمه واضحه حتى لا ندفع ثمن اكثر، لانه اليوم الاوضاع تسير الى الأسوأ. ربما سناتي في العام الماضي او اعوام اخرى اذا لم نتدارك منذ هذه اللحظه أننا لم يكن لنا هنالك وطن وأن هذه البلد قد تقسمت وتجزأت وسيكون عودتنا إلى هذا الوطن في دائرة المستحيل. ما لم نتخلص من تلك الأحقاد، ما لم يعني نغلب القضايا الوطنية والحقيقية ونقف أمامها بمصداقية فإننا سندفع ثمن. وكما ذكرتم بأن قضية القشيبي التي جعلت بعض الصحفيين وبعض الناشطين وبعض السياسيين يعيدون أو يراجعون مواقفهم، ولكن هذه المراجعة جاءت في وقت متأخر بعد ان وقع الفأس في الرأس او كما يقول بعد خراب منطقة. نعم، ابقى معي استاذ فهد، عوده اليك بعدين. انتقل استاذ جمال، في دقيقه ونصف انت كرمت، يعني اود ان اسالك ما هي اهم المراجعات التي يجب ان تقوم بها الدوله، القوى الوطنيه، الجيش الذي يعني بدا يعني ان تكوينه من جديد من خلال الدرس الذي يعني يفترض انه تم استيعابه خلال عامين؟ الدرس الأبلغ الذي ينبغي علينا أن نتعلمه وأن نستحضره ونحن بأمس الحاجة إليه في هذه اللحظة هو أنه في اللحظة التي تتعرض فيها الدولة لتهديد وجودي لا ينبغي على طرف من الأطراف مهما كانت مظلوميته ومهما كانت مبرراته أن يمارس الانتهازية في أن يقتنص مصالح خاصة تخص قضية محددة
داخل القضية الكبرى للبلد وللوطن الكبير. هذه الانتهازية التي للأسف الشديد أثبتت الأيام أن هذا الدرس لم نتعلمه. أقول مثال بسيط للغاية، وهو عندما بدأ الحوثي يقتحم القرى والمدن ويفجر المنازل، كان يستخدم مفرزة الدواعش لكي يصل من خلالها للمجتمع الدولي ويغازل الإقليم في تلك اللحظة ويتقدم نحو القرى والمدن. اليوم هناك مكونات أخرى تريد أن تستخدم نفس اللفظ ومحاربة الإرهاب ومحاربة الدواعش لتحقق مصلحة ضيقة، ولا تدرك أنه يتم التلاعب بها واستخدامها كأداة من الأدوات، وفي الأخير لن يربح الجميع وسيخسر الجميع. هذا الدرس البليغ الذي ربما أنا كتبت يوما ما عن تجربة تركيا. لماذا انقلاب تركيا لم ينجح؟ وحتى المعارضين لأردوغان وقفوا ضد الانقلاب لأنهم يدركون هذه القيمة، قيمة الدولة وقيمة المفهوم الوطني الكبير، أنه عندما يتواجه الدولة تهديد وجودي على الجميع أن يرتقي إلى مستوى الدولة وإلى مستوى هذا التهديد. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم ترتقي القوى السياسية بأكملها في اليمن إلى مستوى. إذن دعني أنقل هذه النقطة الأخيرة للأستاذ فهد. أستاذ فهد، يعني تحدث الأستاذ جمال عن أهمية إدراك هذا الدرس الذي يجد، يعني آسفا أنه إلى الآن لم يتم استيعابه، يعني وضرب مثال أنه حينما يعني يدرك الشخص ما الذي تعنيه الدولة وما الذي تعني هذه القيمة لا يستطيع أن يعني يواجهه أي تهديد. ما رأيك؟ الموقف الهش أو القضايا الهشة للمكونات السياسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، لم يكن هنالك التفاف حقيقي حول يعني مشروع وطني حقيقي والالتفاف حوله وتنافي كل القضايا الأخرى. نحن في اليمن مع الأسف الشديد المشروع الوطني يعني كان للمزايدة فقط، وإلا كان كل فصيل أو كل تيار سياسي كان له مشروعه الخاص أو قضاياه الخاصة التي يقدمها ويطرحها ويتحاور حولها ويتناقش حولها. ظهرت على يعني على الأقل في لحظة سقوط العاصمة صنعاء ظهرت كثير من ما كان مستور في الفترة الماضية، سواء التصريحات التي سبقت سقوط العاصمة أو ما بعدها. هذه القضايا اليوم لا نعيدها من أجل يعني تسجيل مواقف، ولكن من أجل أخذ العبرة ألا نكرر نفس التجارب. اليوم يعني هنالك على سبيل المثال في مدينة تعز دعم لإحدى المكونات يعني داخل المقاومة التي غرست داخل المقاومة وتقدم صورة تشوه باسم المقاومة، ومع ذلك نجد نفس التيارات التي وقفت مع جماعة الحوثي وقدمتهم على أنها قوة جديدة وقوة متطلعة وقوة حداثية وأنها جاءت من أجل الدولة، نفس الخطاب نفس الأدوات نفس الأحزاب نفس التيارات نفس الصحفيين نفس الأشخاص يكررون نفس التجربة. وبما أننا دفعنا ثمن غالي وسيول من الدماء وأحرق البلد كامل بسبب جماعة الحوثي، ربما في المستقبل سنحرق ما تبقى بسبب هذه المواقف المتناقضة. نعم، إذا هذه المواقف غير الناضجة التي تقدم الولاءات الشخصية أو المصالح. نعم، انتهى الوقت للأسف الشديد. أستاذ فهد شكرا جزيلا لك. الصحفي فهد سلطان كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، الشكر لك أيضا. الأستاذ جمال المليكي الباحث كنت معنا عبر الهاتف أيضا من الدوحة، وكذلك ضيفي السابق يحيى الثلاثي الكاتب والناشط السياسي، الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.